هذا المعهد بدأ مسيرته العلمية كمدرسة فسيفساء عام 1992 تعاون ما بين الحكومة الأردنية وبدعم من الحكومة الإيطالية، واستمر يدرس الطالب سنتين اللي هي ثاني ثانوي التوجيهي بنظام الأردن اللي هو آخر مرحلة للطالب، بعدين ينتقل إما للجامعة أو لسوق العمل. في 2007 تم تحويله من مدرسة إلى كلية تحمل اسم كلية متوسطة، تمنح درجة الدبلوم الشامل بالتعاون ما بين الحكومة الأردنية ومشروع اليو اس ايد الأمريكي والحكومة الإيطالية، في مدرسة في أريحة، مدرسة في السيساب، ودائما احنا على تواصل وزيارات تامة بين بعض وبنتبادل مع بعضنا دائما اذا في كل شيء جديد. بالاضافه في توأم بين بلديه ماده وبلديه بيت لحم ورام الله، وهذه التوأم جزء منها احنا في المعهد فيما يخص المواقع الفسيفسيه في كلا الطرفين، بالاضافه انه في خبرات بنلتقي مع بعض في مؤتمرات ودورات خارجيه وبنتبادل اذا في اي شيء يخص المعهد او مدرسه الفسيفساء في أريحة. طبعا كانت هون بداياتي، اول ما اجيت اكتشفت مهارتي مس ماهر، كنت جايه يعني اطلع مهاراتي، طبعا انا دارسه مجال اخر، فاجيت اطور مهاراتي، انا يعني رسامه تمام، فاجيت بلشت ارسم فاكتشفتني مس ماهر، فبعديها بلشت اصير حابه اكون فسيفسائيه، فبلشت اشتغل على حالي، اقطع حجر، الزق، فبلشت فصرت ما شاء الله يعني الحمد لله. فممكن الواحد يفتح بزنس صغير يعني يستفيد وهيك. لربط العمل والسياحة من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل يعمل معهد مأدبة في الأردن، والذي يعد الوحيد من نوعه في المنطقة، ويقدم تعليما نوعيا متخصصا في فن الفسيفساء. سندس أحمد، تلفزيون فلسطين، محافظة مأدبة.